أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعاد إليكم من جديد هاري ولادت وعجن الخميس، وإن شاء الله بداية موسم جديد بالفعل، ولادت وهاري وعجن جديد. أنا أولاً بشكر كل الأصدقاء الأعزاء وكل أصدقاء البودكاست اللي بجد ربنا يخليكم ليا بصوت هاني شاكر. كلامكم وسؤالكم عن بودكاست في الأشهر الأخيرة هي كانت من أهم الأسباب عودته، الحمد لله. انتظروا شكل جديد وقصص جديدة في السيزون ده، يا رب تعجبكم وتحسوا باختلاف شوية. اهو البداية كانت مع كابتن ماجد وكده، اهو ان شاء الله هنبدأ السيزون ده فعليا من الحلقة دي، مش من حلقة المطرب ترافيس سكوت وما حدث في حفلته. طبعا هو ربنا نصر مصطفى كامل علينا كلنا، واثبت ان حصلت مشاكل في حفلة ترافيس سكوت في ايطاليا، ويكفي يعني كان فيها سيء الذكر كاني ويست، وكانت حاجة يعني يلا ما علينا. المهم ان شاء الله هنبدأ السيزون ده فعليا زي ما انا قلت من الحلقة دي، والحلقة دي هي حلقة متابعات، فولو اب، متابعات لكل نجوم السيزون اللي فات واخر تطورات قضاياهم، هم دول نجوم السيزون. ونبدأ برامي منير فهيم وهو قضيته في الولايات المتحدة الأمريكية. وإن كنت يا عزيزي المستمع لا تعلم من هو رامي منير فهيم، فأحب أقولك إن رامي هو الشاب المصري اللي قبض عليه في إبريل 2022 بتهمة قتل زميله في العمل بريفن كومو وشريك كومو في السكن جونسون بهم في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الاثنين كان عندهم 23 سنة. رامي فهيم هو ابن وزيرة الشؤون الهجرة والمصريين في الخارج السابقة السيدة نبيلة مكرم، هو ابنها الأكبر. حاليا هو محتجز في ولاية كاليفورنيا في انتظار محاكمة، محاكمة يمكن تنتهي بحكم إعدام بسبب قتله للشخصين دول. أيوة رامي فهيم قضيته قضية ممكن تصل فيها للإعدام أو على أحسن الظروف سجن مدى الحياة. دلوقتي آخر التطورات بتاعة المحاكمة بتاعة رامي فهيم، هو أوريدي محتجز في كاليفورنيا. تطورات قضية رامي فهيم، هو أولا محتجز في كاليفورنيا، تم رفض دفع كفالة أو بوند. أبوه تقريبا هو اللي قاعد هناك، السيدة نبيلة مكرم قاعدة في مصر زي ما احنا عارفين، ومن كام شهر هي قامت بإطلاق مؤسسة لمساعدة المرضى النفسانيين اسمها فاهم، ودي كانت من نتائج الأزمة بتاعتها ان هي قررت تستغلها في موضوع نشر الوعي عن المرض النفسي ومساعدة المرضى النفسانيين في مصر. دلوقتي في الأشهر اللي فاتت القضية بتاعت رامي فهيم لازالت في طور الإجراءات حتى الآن لم تبدأ، لكن حصل في حاجتين. مثلا في شهر يونيو بدأت الجلسات الإجرائية ما قبل المحاكمة بين القاضي ومحامي أو محاميين الدفاع والمدعي العام لمناقشة إن لو كان في أي مشاكل متعلقة في القضية قبل البدء فيها، من ناحية مشاركة الأدلة، التحقيقات، الكلام ده اللي احنا بنشوفه في الأفلام، ان هم يقعدوا في مكتب القاضي، طب انت خدت النيابة ما اديتنيش نسخة من الورق، النيابة او المدعي العام ما اديتنيش نسخة من الورق، الكلام ده. كمان كان في جلسة في أغسطس استماع أول. ايه الاستماع الأولي؟ ودي برضو يعني حاجة الواحد بيتعلمها من نظام القضاء الأمريكي، وانا شايفة ان هي برضو لحق المتهم كويسة. الجلستين دولت بيتم القاضي بيراجع فيها كل الأدلة اللي بيقدمها المدعي العام، ويشوف يا ترى هل القضية دي أصل مفروض ان هي توصل للقضاء، هل هي قضية من أصله. طبعا في حالة رامي فهيم احنا بنتكلم على جريمة قتل مزدوجة بشعة فيها سبق الإصرار والترصد، تفاصيل بشعة جدا وأدلة يبدو كما تكون بالهبل. الرجل قال ان هي تنفع، وبدليل اهو احنا شغالين فيها. كان يوم الاربع اللي فات كان في جلسة استماع تانية، بس كانت جلسة اجرائية،
وكالعادة تم إرجاء برضو القضية لجلسة إجرائية تانية لأول ديسمبر. خلوا بالكو إحنا غاية دلوقتي ما ابتديناش في القضية نفسها أو في المحاكمة نفسها. ليه؟ لأن دي قضية كبيرة في القضاء عندهم. حكاية إن هي يبقى فيها قتل مزدوج وكمان حكم إعدام حاجة مش سهلة. أظن إن هي القضية نفسها هتبدأ على السنة الجديدة، يعني ده توقع. على فكرة سبحان الله الأسبوع ده كمان نبيلة مكرم طلعت على NBC مصر في برنامج يحدث في مصر مع المذيعة شريف عامر، بتتكلم عن تجربتها وكمان عن المؤسسة بتاعتها، مؤسسة فاهم. في اللقاء دوت هي قالت إن ابنها قال لها إن في سن 10 سنين ابتدى يشعر إن هو بيعاني من حاجة نفسية، وانه خاف يقول لها، لان طبعا كاي ام مصريه هتقول له يلا بينا نروح الكنيسه نصلي، هي بالظبط زي اخواتها المسلمات، يلا بينا نقوم نصلي ندعي ربنا وهنبقى كويسين، او ان هو هيتقال له يلا روح المدرسه وبطل دلع. انا وقفت على الحته دي لان جدير بالذكر ان طبقا لكلام رامي نفسه على تويتر، على اكاونت تويتر اللي هو تقريبا الاعلام المصري ما بيذكروش، هو قال ان تعرض في الفترة دي لاعتداء جنسي من حد قريب، من حد من اقاربه لم يذكر اسمه، وهو تقريبا كان في سن 10 سنين 11 سنة. طبعا نبيلة مكرم مش هتقدر تتكلم وتقول الكلام دوت لأسباب احنا كلنا عارفينها في مصر. ستة طبعا طلعت وقالت ان هي بتدعي ربنا ان مفيش اب او ام يتعرض للي هي بتتعرض له من ناحية التجربة. واظن ان هي يعني معلش، هي مره قبل كده قالت ان هو يا ريته كان اتقتل ما كانش قاتل. هي بصراحه يعني هي زي ما انا قلت ان على ابسط على احسن الاحوال اللي انا فهمته من الجرائم اللي هي زي كده اهوت، ان المحامي الجنائي الامريكي بيحاول ياخدها تبقى لو فشل ان هو يخليه not guilty او غير مذنب بحجة الجنون او المرض النفسي، ان هي توصل على اقصى درجة سجن مدى الحياة. وعلى فكرة هو لو كمان اخد اظن لو هو اخد مرض نفسي برضو هيتحجز في مصحة نفسية. هي it's like يعني لا ما فيش، انا مش عارفة الصراحة هيعملوا ايه يعني في القضية ديت. المهم غير نبيلة مكرم، نسيب السيدة نبيلة مكرم والمؤسسة بتاعتها فاهم، ونروح لصديقة السيدة نبيلة مكرم، السيدة الأعمال الشهيرة الأمريكية المصرية الأصل ليلى بانس، اللي هي كانت صاحبة الشركة اللي كان بيشتغل فيها رامي فهيم وزميله في العمل اللي قتله جريفين كوم. اخر مره احنا قلنا ان والده جريفين كومو راحت لمحامي شهير جدا في كاليفورنيا ورفعت قضيه على ليلى بنس وكمان على الشركه التي تدير المبنى السكني اللي كان بيسكن فيه ابنها وصديقه بتهمه الاهمال الذي ادى للقتل. هي طالبه تعويض، هي بتتهم ليلى بنس بان هي اهملت ذكر ان رامي كان مريض نفسي وهي عارفة بسبب صداقتها لنبيلة مكرم، وان هي تجاهلت شكاوى متكررة من زملاء رامي في المكتب بسبب تصرفاته معهم. برضو ارجع افكركم ان انا فاكرة حلو جدا في اول يوم في الجريمة او تم اكتشافها كان في واحد من زمايل جريفين كومو ورامي كان في الشارع بيكلم مع التلفزيون قناة فوكس المحلية اللي هي تبع الولاية نفسها، مش فوكس الكبيرة الأصلانية لا، اللي هي الفوكس المحلية، وقال ان كان في بينهم خلاف وخناقة حصلت. موضوع قضية والدة جريفين كومو ما أثرش على السيدة ليلى بنس لانها لازالت بسم الله ما شاء الله ضيفه مستمره على قناه بلومبرج الماليه لاعطاء النصائح الماليه في الوضع الاقتصادي الصعب الامريكي لاداره الثروه والتضخم اللي هناك.
كمان طبقا لمجلة فوربس الشهيرة المالية، لازالت ليلى بنس من أهم السيدات موقعها أو كشغلها كمستشارة لإدارة الثروة. هي تم اختيارها في المركز 61 كأفضل مستشار مالي لإدارة الثروة على مستوى الولايات المتحدة، والخمسة على مستوى الولايات المتحدة كأفضل مستشارة سيدة، والأولى على مستوى جنوب كاليفورنيا كسيدة مستشارة، وكمان كمستشارة بوجه عام في منطقة جنوب كاليفورنيا لإدارة الثروة. ده علشان هي البورتفوليو بتاعها فيه تقريبا بتاع مليار دولار ونص أو حاجة مليار ونص دولار في الأسيتس بتاعتها اللي هي بتديرها. كما يبدو القضية بتاعت رامي وما حدث في مكتبها لم تؤثر على ثقة المدعين عندها أو الزباين عندها. احنا بنتكلم على مليار ونص، هو كل اللي يهمهم فلوسهم والعائد الربح كما يبدو. وده اللي حصل مع رامي فهيم وكل الأبطال بتوع التراجيديا بتاعته الشغالة. وننتقل من أمريكا الشمالية إلى القارة العجوز وأوروبا، وآخر تطورات قضية أو قضايا سيء الذكر سيد أندرو تات وأخوه تريستن تات زعماء الذكورة الحالية، يعني مش عارفة زعماء على أي أساس بس يلا. في أول أغسطس الماضي محكمة استئناف بوخارست أمرت بإطلاق سراح، أو مش بإطلاق سراح، هي أمرت بإنهاء الإقامة الجبرية لأندرو وتريستن تات ومعهم سيدتين رومانيتين كانوا موجودين في القضية بتاعتهم. إنهاء الإقامة الجبرية، لكن لا تزال عليهم حاجة اسمها القابة القضائية، هتستمر لغاية 2 أكتوبر على ذمة التحقيقات في القضية بتاعتهم. طب إيه هي القضية بتاعتهم أصلا؟ عشان بس أندرو تات في ناس عاملينه على الإنترنت استغفر الله العظيم إنه هو كشيخ الإسلام ومدافع عن حقوق الرجال وكده. أندرو تات هو أخوه متهمين من الآخر بتهم متعلقة بالاغتصاب، الاتجار بالبشر، وتنظيم مجموعة إجرامية بهدف استغلال النساء جنسيا. من الآخر قواديل. نتكلم بقى باللغة الرسمية شوية في قضية الأخوين تات. توضح لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة بوخارست من سلطات التحقيق إلى أن المدعي عليهم الأربعة منهم أندرو وتريستن تات أنشأوا مجموعة إجرامية منظمة في عام 2021 بقصد الانخراط في الاتجار بالبشر داخل رومانيا وكذلك في دول أخرى بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتحدد لائحة الاتهام 7 ضحايا يزعم أنهم تم تجنيدهم من قبل الأخوان تات من خلال وعود كذبة بالحب والزواج، وفي النهاية اشتغلوا أونلاين دعارة AKA أونلي فانز. اللي يعرف تاريخ السيد أندرو تات هو مش بس مجرد بطل كيك بوكسينج وMMA، هو اشتهر بموضوع تنظيم الغرف الجنسية أو الغرف اللي هي الأونلاين ساكس، اللي هي إن واحدة تفتح الكاميرا مؤاخذة للناس وكده هوت في إنجلترا، وبعد كده تنقل على رومانيا علشان طبعا القوانين فيها قوانين شرق أوروبا طبعا في الشلحات لما نيجي على موضوع الإتجار بالبشر والكلام ده. الأخوان تات كانوا أوريدي اتقبض عليهم في ديسمبر في 2021 وتم إطلاق سراحهم في مارس. هما دلوقتي زي ما أنا قلت هو عليهم رقابة قضائية في رومانيا لغاية 2 أكتوبر. على فكرة حتى لو هم حاولوا يرجعوا إنجلترا مش هيعرفوا يرجعوا، لأن في يونيو اللي فات أندرو تات استلم على يد محضر أو ما يعني ما يوازي على يد محضر في القانون هناك بالبلدي اللي هي محاضر لقضايا الادعاء المدني ضده من سيدات بريطانيات بيتهموا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من 4 سيدات بريطانيات زي ما انا قلت اعمارهم في اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات. هي قضايا مدنية بتتهمه انه هو تم الاعتداء عليهم عن طريقه،
في ما بين في الفتره ما بين 2013 و2016 في مكان اقامته انجلترا. على فكره من ضمن اسباب كمان هجره اندرو تات لرومانيا موضوع ان هو كان عليه قضايا كتير متعلقه بالاعتداءات الجنسيه الى اخره. المهم سيء الذكر اندرو تات شهيد الرجوله المزيفه عاد للإعلام كالعادة بطريقة سيئة الأسبوع اللي فات بعد ما البي بي سي نشرت تحقيق استقصائي حول غرفته أو جروبه على شبكة التواصل المفضلة لكل الناس الشمال من أول الإرهابيين للنازيين شبكة تيليجرام، غرفته الشهيرة باسم وور روم، غرفة الحرب أو غرفة العمليات، حاجة يعني على فكرة هي فيها عقد نفسية للصبح. واندرو تاد دوت يعني الذكورية الضعيفة من شكله للأسماء اللي بياخدها في الغرف بتاعته سواء الأكاديمية الوهمية اللي عاملها أو غرفة الحرب. حرب إيه؟ حرب إيه؟ يلا لمن يجهل السيد اندرو تات ايوه عنده بيبيع خبرته الحياتيه العظيمه في المال ورياده الاعمال اسم الله عليه يعني، وبيعلم الرجال الاخرين كيفيه ربح الاموال اونلاين عن طريق دروس اونلاين باشتراك في الموقع الشخصي ليه، واخيرا عن طريق غرفته بالتليجرام اللي هي الوور روم. ان انت تشترك في الغرفه دي وتسمع نصائح السيد اندرو تات لازم تدفع 8000 دولار. هو في الاخر بيعلم الرجاله ازاي يبقوا قوادين من الاخر. انا اسفه يعني البي بي سي في عباره عن 13 شهر مراقبه دخلوا الصحفي دفع 8000 دولار 12000 رساله شافوهم، اكتشفوا ان ما يتم تعليمه في هذه الغرفه هو مش الحرب ولا مثلا استراتيجيات كتاب فن الحرب الجنرال الصيني الشهير سانتو، لا 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 حاجه عظيمه جدا. هو بيعلم الرجاله كيفيه خداع النساء وارغامهم لممارسه الدعاره الالكترونيه عن طريق مواقع الكترونيه زي اونلي فانس واخواتها، عن طريق بقى ايه الخداع الكاذب من الحب والزواج، وان انت تقطعها تقطع علاقتها بكل الناس اللي حواليها سواء اهلها اصحابها اي حد يعرف ينقذها من الموقف. هي دوت على فكره تكنيك قديم جدا في السيطره النفسيه سواء كان الكالت ليدرز او زعماء اللي هي الكالت بيستخدموه علشان يسيطروا على اتباعهم، او في نفس الاحوال الاعضاء الجماعات الارهابيه او ايوه جماعات الاتجار بالبشر والدعاره. البي بي سي لقت 12000 رساله فيها المضمون دوت. طبعا هو الاستاذ اندرو تات بينفي كل هذه الاتهامات وانه شهيد المؤامره العالميه خزعبليه او حاجه. انا نفسي اعرف انت هببت ايه او قلت ايه غير على تويتر، يعني انت لا ناديت مثلا بالحريه للشعب الفلسطيني ولا قلت لمؤاخذه انقذوا البيئه، لا ده انت اوريدي ضد ان انت ضد اي حاجه الانقاذ بيها انت ضدها. انا مش فاهم بس يلا. وطبعا هي في نفس الوقت when it rains it pours، يعني هي فتحت على الرابع ليه الاسبوع دوت، لان كمان بيلينكات بتاع الموقع الشهير للصحف الاستقصائيه عمل ريبورتاج كده سريع كده على الماشي بيوضح ان الادمنز بتوع صفحه غرفه الحرب هم اكشولي تبعوا يعني ومن تلاميذه وعندهم قنوات كلها مليئة حاجات على اليوتيوب كلام عنصري إلى آخره. خلينا نتابع قضية أندرو تات. أنا بصراحة مش هتكلم على سواء هو مسلم أو غير مسلم، في ناس كتير اكتشفت في الموضوع أن هو بيستغل عندهم اقتناع أن هو بيستغل الموضوع لكسب ود المسلمين، لأن المسلمين يعني عاطفيين وممكن يبقوا يجيشوا على تويتر، بس هو الموضوع اكبر من تجيش ناس على تويتر بصراحه. عندنا كذا تحقيق في كذا دوله، عندنا راجل كلامه واضح قوي يا جماعه. معلش احنا عندنا واحد حتى ما لم يعتذر على ما فعله، لم يظهر اي ندم على عمله وقواد اونلاين، مش عارف ما علينا.
ومن بوخارست إلى باريس، حيث فاجأنا السيد سعد المجرد المطرب المغربي الشهير للأسف بإصدار أغنيتين الصيف دوت، منهم أغنية مع مطربة هندية يبدو إنها لا تعلم شيء أن تمت إدانة المجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية في فبراير 2023. دلوقتي علشان الناس تفهم هو إيه اللي حصل، سعد المجرد تم إطلاق سراحه على ذمة القضية حتى النظر في الاستئناف والنقد وإلى آخره في باريس مقابل عدم ترك فرنسا. أول جلسة استماع هتكون في 19 سبتمبر، يعني سبحان الله رجع مع عودة البودكاست. طبعا اللي يشوف ازاي المجرد بيتعامل في فرنسا بيحس ان ده مش نفس البلد اللي يعني انا اسف اللفظ بيطلع فيها دين ام المسلمين والمسلمات والعرب والمقيمين والافارقه المقيمين فيها من الاخر، بس يعني هم قاعدين في الضواحي، مش زي سعد المجرد قاعد في حته شيك. يعني انا بصراحه انا مستغربه، يعني ده الراجل متمتع بكل حاجة، يعني ناقص يعمل حفلات. سعد المجرد لازال عنده معجبين ولازال عنده فيديوهات يقال انها بتحقق ملايين المشاهدات. بصراحة انا حاسة ان في عملية شراء مشاهدات لفيديوهاته، يعني جيب لي عقل على عقل الاغنيات اصلا اللي انا افهم ان اغنية هيت مثلا اونلاين يبقى هتنتشر على تيك توك، هتنتشر في مصر، هتنتشر في الخليج، هتنتشر على تويتر. انا مش شايفه الكلام ده، اغانيه مش منتشره وعلى كده بتحقق ارقام خزعبليه على يوتيوب، فانا شاكه ان هي بالفعل شرى فيوز وكده. اهو المهم خلينا نشوف ايه اللي هيحصل معاه. وبصراحه انا عارفه ان يعني حكايته مش هتخلص عند القضيه دي، ودي حلقه المتابعات ودي نهايتها، وهنا ستسقط شهرزاد عن الكلام المباح. لكن الكلام المباح الذي لم يذاع ليلة الخميس، لكن اهو نزل الجمعة، ويا رب الحلقة تعجبكم. ما تنسوش تعملوا شير، وكمان لو بتسمعوا على ابل بودكاست ياريت تعملوا تقييمات بقى ويعني حلوة. وانتظروني الاسبوع الجاي ان شاء الله. لا انا هاجي، مش هاجي زي الاستاذ كان اسمه ايه؟ مجدي شطة. مجدي شطة. لا ان شاء الله بإذن الله هاجي، وان شاء الله هزبط المواعيد. ويومكم حلو واجازتكم حلوة ان شاء الله يوم الجمعة، و الى اللقاء.